خلوني قبل ما أبدأ أسألك سؤال كده، مين هنا يعرف إيه هو علم الفلك؟ حلو، عدد مش بطال، خليكوا رافعين إيديكم. تعالوا نصعب الموضوع شوية، اللي يعرف أهمية كوكب المشتري للأرض يفضل رافع إيده. يا ساتر يا رب. كوكب المشتري يعتبر من أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وبسبب حجمه بقى عنده جاذبية أقوى 2.5 من جاذبية الأرض. الجاذبية دي بقت عاملة زي الشفاط اللي بتشفط أي كواكب أو جسم خارجي يقرب من الأرض، يعني من غيره الأرض الحياة على الأرض كانت ممكن تنتهي من قبل ما تبدأ حرفيا. بلاش، إيه أول حاجة جت في بالكم لما جبت سيرة الفلك؟ أكيد جه في بال كتير ناس كتير موضوع الأبراج وجو جلب الحبيب وأكل الزبيب ده، لكن الموضوع غير كده خالص، والفجوة هنا بسبب عدم اهتمام العرب بالعلوم اللي زي دي. يعني لعلم الفلك يعني استكشاف ورصد الكواكب النجوم السدم والمذنبات، وكلمة الفلك جاية من الأفلاك اللي هي مسارات دوران الكواكب حول الأرض حول الشمس أو أي نجم تاني. والناس اللي بيطلعوا يتكلموا عن الأبراج وكشف المستقبل بيستغلوا قلة وعي الناس بأنهم يقولوا أنهم علماء في الفلك، لكن الموضوع غير كده خالص. دلوقتي في 72 وكالة فضاء حول العالم، في منهم وكالات مدنية تابعة لمنظمات فردية، وفي وكالات حربية تابعة لمنظمات حكومية. في اللي عندهم رواد فضاء وفي اللي ما عندهمش، وفي اللي عندهم أقمار صناعية وفي اللي ما عندهمش وإيه الآخره. بس اللي أقصد أقوله إن لما يبقى في 72 وكالة فضاء حول العالم يبقى في 6 منهم بس في دول عربية، يبقى لازم نعرف إن في حاجة غلط. لو بصينا على صورة زي دي اللي بتوضح نسبة كل حكومة بتخصص قد إيه من دخلها هنعرف قد إيه إحنا بعاد قوي. أنا أكيد مش بحلم إن 22 دولة عربية يعملوا وكالة فضاء، طبيعي علشان في دول لسه نامية، لكن في دول غنية كتير عندها الإمكانية الكاملة إن هما يعملوا وكالة فضاء، لكن مش مهتمين للأسف. حتى لو في دول نامية ممكن يشتركوا ويعملوا وكالة فضاء مشتركة زي وكالة الفضاء الأوروبية اللي هي شراكة من الدول الأوروبية، أو حتى يدرسوا علم الفلك في المدارس والجامعات. حد هيطلع يقول لي ليه المفروض نهتم بعلم الفلك واستكشاف الفضاء مش لما نخلص من الأرض الأول؟ مين قالك إن علم الفلك واستكشاف الفضاء مش مرتبط بالأرض؟ علم الفلك ده غير ان استكشاف الفضاء بيساعد في تقدم الدول، بيساعدنا للوصول للاختراعات العظيمة، زيادة نوابغ في المجالات دي، ده غير ان ممكن نستخدم معادن في الفضاء في صناعات كتير محتاجينها. تعالوا ناخد مثال حي على أهمية تدريس علم الفلك في المدارس والجامعات. دي وكالة الفضاء المصرية اتأسست سنة 2018، وكالة فضاء مدنية معندهاش رواد فضاء ولا بتطلق صواريخ استكشافية لكواكب تانية، لكن في المستقبل جايز مصر تصنع هي أقمارها الصناعية وتطلق صواريخها بنفسها. فلما يجي الوقت ده أكيد هتحتاج مهندسين وناس مهتمة بالمجال ده، إما هتحتاج أجانب، وده اللي هيقلل نسبة أهمية وكالة الفضاء المصرية، وكان هيبقى أسهل لنا إننا نصنع في دول أجنبية تانية. وعلى حسب دراسة علماء كتير إن ممكن في المستقبل نستكشف كواكب صالحة للسكن، وممكن نستعمرها، وده هيقلل نسبة الزيادة السكانية في دول تانية كتير. وعلى ذكر فرص العمل، تعالوا نتكلم على فرص العمل اللي بيوفرها علم زي ده. أولا بيوفر للمهندسين من جميع المجالات فرص عمل. المهندسين بيساعدوا في تصميم وبناء الأنظمة والمركبات الفضائية باستخدام الرياضيات والمعرفة التقنية الحديثة. عدد المهندسين في المجال ده حوالي 135,000 مهندس سنة 2019 بس، وفي نفس السنة توفر فرص عمل لأكثر من 66,000 مهندس حول العالم. ثانيا بيوفر لخبراء العلوم الصحية والطبية فرص عمل. خبراء العلوم الصحية بيدوا ويهتموا رواد الفضاء بالدعم السريري، ده غير ان هم بيعملوا ابحاث على كيفية تأثير الفضاء على الكائنات الحية. لكن على عكس المهندسين، عدد الخبراء في المجال ده قليل جدا، وده اللي بيبين نسبة أهمية الخبراء في المجال ده، عليه طلب من الآخر. ثالثا بيوفر لعلماء الفلك فرص عمل.
علماء الفلك هو التقدم المجال كله مبني عليهم. علماء الفلك بيستكشفوا ويطوروا النظريات القائمة في المجال ده. لو شفنا دولة زي كندا اللي عندها 40,000 عالم وعالمة في جميع المجالات، هنلاقي إن 10,000 منهم بيشتغلوا في مجال الفلك، يعني 25% منهم. لو جينا نقيسها على مصر اللي عندها 90,000 عالم في جميع المجالات، يعني لو أخدنا منهم 25% يعني هيتوفر فرص عمل لأكتر من 22,000 عالم مصري. رابعا، بيوفر للتقنيين والفنيين فرص عمل كتير. الفنيين والتقنيين بيساعدوا في تصميم وبناء وتطوير الأنظمة، وده أكتر مجال بيشتغل فيه ناس. خامسا، بيوفر لرواد الفضاء فرص عمل. رواد الفضاء هم المستكشفين في العصر الحديث، بيسافروا خارج الأرض عشان يكتشفوا ويطوروا نظريات في الفضاء. عدد رواد الفضاء في المجال ده حوالي 600 شخص، وصغر الرقم ده بسبب متطلبات الشغل الدقيقة والصعبة، اللي منها وجود خبرة عسكرية، العمل كطيار طائرات نفاثة لمدة 3 سنين، أو الطيران بطيارات نفاثة لمدة 1000 ساعة. شفتوا بقى ان الموضوع مش صعب، لكن عمره ما هيكون مستحيل. في شباب كتير حول العالم ابتدت توجه اهتماماتها بعلم السماء، يعني مثلا اليسا كارسون بنت عندها 19 سنة، تعتبر اصغر رائدة فضاء في التاريخ، بيتم تجهيزها عشان تكون في اول رحلة بني ادمين للمريخ. ده غير انها تم اختيارها من 7 سفراء يمثلوا مشروع مارس 1، والمشروع ده بيستهدف استعمار المريخ بحلول سنة 2030. شفتوا بقى ان في شباب تفرح وان الموضوع مش مستحيل، محتاجين بس ان كل الناس تهتم بعلم الفلك وتبين اهتمامها ليه. ونبص برا ليه. انا هو عندي 13 سنة، عملت ابليكيشن فيه خريطة للسماء، ويعتبر اول ابليكيشن تعليمي عن الفضاء بيدعم اللغة العربية، والسنة دي أخد المركز الخامس مسابقة في هونج كونج على مستوى العالم. تعالوا خدكم لفة بسرعة كده جواه. دي الهوم سكرين، من هنا بيتم اختيار اللغة. لو اخترنا اللغة العربية ده اللي هيظهر. هنا في خريطة السماء، ما هو علم الفلك، ما هي ناسا، ونتيجة السنة فيها الأحداث الفلكية. لو اخترنا خريطة السماء ده اللي هيظهر. الخريطة فيها المجموعات الشمسية والمجموعات النجمية، وفيها شرح للمبتدئين عن علم الفلك. ده غير انها فيها صور تاريخية اللي رسموها الاغريق زمان عن المجموعات النجمية. ودي المبادرة اللي حبيت اشارك فيها اهتمامي عن علم الفلك. محتاجين بس ان كل حد يشارك باهتمامه عشان نقول على نفسنا مجتمع مهتم بعلم الفلك، لان ببساطة الفضاء جوهرة لكن للأسف مدفونة في الوحل.